تحية لكم مشاهدينا من جديد. وكنا اليوم يعني بصباحنا هو فعلا غني بالتراث اليوم الثقافي والحضاري والرياضي وايضا السياحي. يعني اليوم حاولنا قدر الامكان نغطي على اهم النقاط الهامة بمحافظة اللاذقية، وقلنا انه في كثير من الفعاليات والانشطة تعنى ب طبعا هذه الفعاليات يعني الثقافية والرياضية او غيرها. جمعية العاديات هي من المؤسسات ومن الجمعيات التي تعنى بالتراث الثقافي وايضا الاجتماعي اذا بنلخص الذكر، وكل ما يتعلق بالشأن الثقافي ايضا بالمحافظه. وبالشهر اب كان اليوم الثاني من شهر اب احتفلت هذه الجمعيه فاتن بعيد ال 100، يعني 100 سنه على تاسيس هذه الجمعيه، مرور 100 عام على تاسيس هذه الجمعيه. قد ايه حلو يكون في دائما احياء لهذه الاشياء اللي ذكرتيها نادين، من رياضه من سياحه ومن تراث والحفاظ على الهويه دائما. قد ايه هذا الموضوع لازم دائما نسلط الضوء عليه ويكون محور اهتمام كثير من الناس طبعاً. فكيف اذا كان جمعيه عمرها 100 سنه؟ وحلو الاحتفال يعني بتاسيس هذه الجمعيه. لنحكي اكثر معنا الاستاذ بسام جبلاوي نائب رئيس جمعيه العاديات. بنقول لك يسعد صباحك وكل عام وانت بخير. صباح الخير، وكل عام وانت بألف خير ان شاء الله، والوطن بألف خير. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، كل عام وانت بألف خير مرة ثانية. بداية مثل ما عم نقول هيدي الجمعية جمعية يمكن صارت من تاريخ اللاذقية ومن الأساسيات اللي ممكن نحن نبني عليها ذاكرة تراثية للاذقية. نحكي عن سبب تأسيس الجمعية أو تأسيس الجمعية بشكل عام. أول شيء أنا بتقدم منكم جزيل الشكر، وجمعية العاديات لم تعد بذاكرة اللاذقية لوحدها وليس بذاكرة سوريا لوحدها، إنما هي بذاكرة الوطن العربي بكامله. لماذا؟ هذا السؤال. لأن هذه الجمعية تعتبر أقدم جمعية من نوعها واختصاصها وغاياتها وأغراضها في الوطن العربي. هذه الجمعية التي أسست في الثاني من آب عام 1924. نحن في جمعية العاديات اللاذقية في فرع العاديات اللاذقية قمنا احتفال لكنه كان صغيرا الى حد ما، كان هناك احتفال مزمع اقامته احتفال كبير في حديقه العروبه باللاذقيه وسط مدينه اللاذقيه، لكن كان معظم المشاركين بهذا الاحتفال هم من الطلاب، وامتحانات الجامعيه لهؤلاء الطلاب لم تنتهي، فاضطر هذا الامر الى ازاحه الاحتفال او تاجيله الى وقت لاحق. بالواقع هذه الجمعيه اسست في حلب في الثاني من شهر اب عام 1924. ومضى على تأسيس هذه الجمعية الآن 100 عام. الأسباب التي دفعت إلى تأسيس هذه الجمعية بالواقع هو وجود محراب في قلعة حلب في مسجد. في قلعة حلب هناك جامعان، جامع الأيوبي والجامع الزنكي أو ما يسمى بالجامع الصغير. هناك جامع كبير وهناك جامع صغير. في هذا الجامع الصغير والذي يسمى أحيانا من بعض العاميين في حلب هذا مسجد إبراهيم الخليل عليه السلام، وهذه التسمية الشعبية. في هذا المسجد بالواقع هناك محراب. هذا المحراب أو بالأساس ما هو المحراب؟ المحراب هو عبارة عن تجويف في الحائط، قد يكون بشكل مسطح أو قد يكون بشكل تجويف، وقد يكون من الرخام أو الحجر أو من الخشب. فهذا المحراب الموجود في هذا المسجد، المسجد الصغير، هو محراب خشبي آية في الجمال والروعة. عمره آنذاك يعني كان المحراب الآن عمره 900 سنة. في عام 1923 دخل الحاكم الفرنسي فيغان إلى قلعة حلب وشاهد هذا المحراب فاستلفت انتباهه بجماله وروعته. تلك الفترة كان المحراب عمره 800 سنة، محافظ على جودته يعني 8 قرون محافظ على جودته، لأنه هذا المحراب ركب في عام 1145، صنع عام 1144 في العهد الزنكي وسمى الفترة الزنكية نسبة لنور الدين الزنكي. وهذا المحراب موجود، استلفت نظر هذا الحاكم العسكري الفرنسي فيغان هذا المحراب، فقام بفك المحراب، قام بتفكيك المحراب ووضعه على ظهر الدواب ونقل الى خارج القلعه في وضح النهار، اضافه الى مكتبه خشبيه كانت بجوار هذا المحراب. بالواقع هذا المحراب الحقيقه هو عمليا يعتبر اي محراب، كان هو صدر المكان، هو المأوى العري او هو عري المأوى الاسد او العرين الاسد كتسميه كما هو معروف. اضافه الى ذلك هو المكان الذي يقف فيه الامام للصلاه، وهذا التجويف يؤدي الى جمع الصوت وتضخيمه ورده الى المصلين.
هذا المحراب الذي سرقه فيغان الحقيقه اللي هو كان الحاكم العسكري الفرنسي على حلب، يعني مثل سلطه الانتداب، وهي سلطه الانتداب اللي هي موجب الوثائق الدوليه المفروض تحافظ على هذه الممتلكات وهذه الاثار، لكن للاسف سرق المحراب، والان للان المحراب موجود يقال في احد المتاحف الخاصه او في بيت ابن هذا الحاكم في باريس. كثير حلو يعني هذا الامر دفع مجموعه من الشباب الغيورين الى ضروره الدفاع عن قلعه حلب وحمايه الممتلكات والاثار الموجوده في حلب. وكان هناك قرارا ثنائيا من شخصين، الاول هو الشيخ كامل الغزي وهو مؤرخ، والشخص الثاني هو المطران جرائيل الرباط. فالقرار الثنائي صدر من هذين الشخصين بضروره تاسيس جمعيه تسمى جمعيه اصدقاء القلعه للدفاع وحمايه اثار القلعه. وفعلا أسس هذه الجمعية يوم الجمعة 2 آب عام 1924. هذه الجمعية عملت فيما بعد على إيجاد متحف في حلب، وفعلا أسس متحف وكان أول متحف في سوريا عام 1926 أيضا، فصار اسم الجمعية انتقل من اسم جمعية أصدقاء القلعة إلى جمعية أصدقاء القلعة والمتحف. بعد مرور مدة من الزمن صار الاسم كبير، فالشيخ كامل الغزي اللي هو كان رئيس الجمعية آنذاك اقترح تسمية الجمعية باسم جمعية العاديات. نعم. طبعا العاديات تعني سن؟ الأشياء الموغلة في القدم. العاديات بتشديد الياء، العاديات تشديد الياء تعني تعود إلى قبيلة عاد، القبيلة إحدى القبائل العرب البائدة، وتعود إلى كل شيء قديم، كل شيء موغل في القدم. حتى أن كلمة العاديات تعرف بالآثار أو بالأركيولوجي، يعني هناك بعض الكليات اللي بتدرس علم الآثار. نعم. خاصة في بعض الدول العربية، مثال بليبيا هناك كلية اسمها كلية العاديات والمقصود بها كلية الآثار. حتى في بيروت أيضا كانت هذه الكلية سابقا اسمها كلية العاديات. فالعاديات تعني الآثار، كل هو شيء قديم وتعلق بالتراث المادي. نعم. أو اللامادي. نعم. فهذا كان السبب الأساسي لتأسيس هذه الجمعية. طبعا الشيخ كامل الغزي كان رئيس الجمعية، وبقي من سنة 1924 حتى سنة 1933 رئيسا للجمعية بعد إلى حين وفاته. تولى فيما بعد الأب جبرائيل الرباط أو المطران جبرائيل الرباط رئاسة هذه الجمعية بعده لمدة عامين حتى وفاته. ثم جاء الشيخ محمد راغب الطباخ وهو علامة ومؤرخ من مؤرخي حلب. طبعا هذه الجمعية ضمت مجموعة من العلماء وكبار الباحثين والمفكرين. كيف تم تفرع أستاذ بسام من حلب وانتشار هذه الجمعية؟ هذه الجمعية انتشرت فيما بعد، يعني هلأ بعد مرور 100 سنة، يعني الحقيقة انتقلت الجمعية بمراحل. التقلت بمراحل عديدة، يعني ممكن لو مقصرية كانت بحياة الجمعية أو بحياة مشاركي الجمعية. يعني أنا ما انتبهت على ما فهمت سؤالك شوي، أنه انتشار الجمعية وذكرت أنه هي مرت بعدة مراحل. بالضبط، مرت بعدة مراحل بحياة هذه الجمعية، مرت بعدة مراحل. ونظرا لوجود الجمعية بشكل يعني الغايات والأغراض اللي انطلقت لأجلها بحماية آثار وأوابد بلادنا وتراثنا، ففي عام 1976 اندفع مجموعة من الشباب وعلى رأسهم في اللاذقية الأستاذ الباحث جبرائيل سعادة رحمه. نعم. الله، وأسس فرع للجمعية اسمه فرع جمعية العاديات اللاذقية. يعني مضى على تأسيس فرع عاديات اللاذقية 48 سنة. هذا الفرع هو أول فرع. نعم. لجمعية العاديات في حلب، أول فرع لتأسيس جمعية العاديات في حلب، وهو الحقيقة العمل. يعني هلأ كيف أنه كان لجمعية عاديات حلب دور في تأسيس متحف حلب، كأيضا جمعية عاديات اللاذقية كان لها دور كبير في تأسيس متحف في اللاذقية. تمام. والحال مكان المتحف الحالي اللي هو خان الدخان أو ما يسمى المندوبية، بالواقع هذا المكان كان سيؤول إلى أحد الشركات الخاصة لإقامة منشأة سياحية عليه، لكن مجلس إدارة الجمعية آنذاك وكان حديث العهد يعني ولادته في اللاذقية هب بكامله للدفاع عن هذا المكان، والحقيقة تحول هذا المكان إلى متحف. إضافة إلى ذلك ناهيك أنه هذا المكان. نعم. صار متحف اللاذقية الوطني. الآن في هذا المكان هناك جملة من الآثار المكتشفة في ذات الحديقة. إضافة إلى ذلك فرع جمعية عاديات اللاذقية إضافة كان له دور كبير في حماية جامع المرفأ ويسمى جامع الأسكلة. نعم. وجامع السيد الرئيس حمودة، جامع الرئيس حمودة. تم. هو جامع قديم أيضا لدور لجمعية العاديات في اللاذقية هذا الأمر. فنحن في يوم الجمعة 2 آب هي أشعلنا الشمعة الأولى بعد 100 من خلال مرور 100 عام على تأسيس جمعية العاديات. وهذا المحراب اللي سرق، الحقيقة أنا بس بدي أرجع شوي للمحراب الذي سرق، الحقيقة ما حدا بيعرف شكله. هناك مستشرق
سويسري توفي سنة 1921 اسمه فان برشام، تمكن من تسجيل هذا المحراب، رسمه عفوا صوروا وهي الصورة الأوضح للمحراب الإبراهيم أو محراب المسجد الصغير في قلعة حلب. وأيضا هناك مستشرق ألماني اسمه ريدفيلد أيضا قام بتسجيل صورتين لهذا المحراب، لكن الصور الأوضح كانت للمستشرق السويسري. هي هذا الصور أيضا نادرة غير موجودة يعني حتى تعتبر من التراث، ولذلك عندنا في جمعية العادات في اللاذقية انطلقوا سلاسل الفنانين. الفنانة لينا ديب اللي هي نائب رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين قامت برسم لوحة بالزيت لهذا المحراب. المحراب هو اللي سبب وجود هذه الجمعية. نعم. المحراب هو سبب وجود وتأسيسها، هو رح يضل تقليد أو رح يضل رمز. هذا الحدث أدى إلى إيجاد هذه الجمعية يعني. هو رمز أصبح لكل من له مشاركة بالجمعية. وهناك أيضا لوحة أخرى رسمها الفنان كاثر أسعد بالزيتي لهذا المحراب، وهناك لوحة أيضا لهذا المحراب قامت برسمها الفنان التشكيلي الشاب دعاء زيني. نعم. يعني لأنه هذه الصور الحقيقة بالواقع صارت من تراث، هي بذاتها تراث. تمام. لأن غير موجودة يعني. حلو. صحيح. اليوم عم نحكي عن جمعية وتأسيسها وهيدي العمر اللي كانت من خلالها موجودة على الساحة الثقافية السورية. نحكي عن الأنشطة اللي عم بتقوموا فيها بهيدي الجمعية. يعني أنا في الاتحاد. ليش موجهة؟ لمين موجهة؟ هذه الأنشطة بالواقع موجهة للجميع. يعني أنا بدي أتحدث الآن عن فرع اللاذقية. فرع اللاذقية الحقيقة هو أنا ليس لأنه أنا فرع اللاذقية جمعية العادات، لكن يعتبر باعتراف الجميع هو أنشط فرع على مدى عقود منذ تأسيسه للآن. الآن في 16 فرع لجمعية العادات في سوريا. حلو. إضافة للجمعية الأم في حلب. نحن الآن في هذا العام اللي هو عام 2024 اللي هو بصادف الذكرى المئوية، أولا أعلننا في بداية العام عن إقامة مسابقة اسمها مسابقة العاديات بالتعاون مع دار الزهور للنشر والتوزيع من خلال المسابقات الأدبية في القصة القصيرة والشعر وأدب الأطفال. وبعد أيام ستعلن النتائج، سنقيم في شهر أيلول مهرجان أدبي بهذه المسابقات تزامنا مع الذكرى المئوية. إضافة إلى ذلك أيضا بداية العام أعلننا عن جائزة راميتا وفي إصدارها الثالث. جائزة راميتا هي تعتني بالآثار والتراث والتاريخ في الساحل السوري بشكل خاص وسوريا بشكل عام، وهذا الإصدار الثالث خلال أيضا هذا العام. أيضا في شهر أيلول القادم، في شهر أيلول القادم سنقيم في النصف الأول من شهر أيلول القادم دورة مختصة بالآثار، بالتنقيب على الآثار وحماية الآثار ووسائل ترميمها وصيانتها، مدتها 15 يوم. يشارك فيها مجموعة يعني بتقدم الأبحاث المجموعة من الخبراء والمختصين والأكاديميين والأساتذة المعنيين بهذا الموضوع. والفئات المستهدفة بهذه الدورة بالواقع هم الشباب من سن 18 لسن 33، على شرط أن يكونوا من طلاب أو خريجي أقسام التاريخ والجغرافيا والجيولوجيا أو هندسة العمارة والفنون الجميلة. يعني حتى لا تضيع الأمور كثير، والعدد بالتأكيد سيكون محدود لأنه هناك زيارات ميدانية وهناك زيارات حقلية وهناك ورشات عمل إضافة إلى المحاضرات النظرية. طبعا نحن في العام الماضي استفدنا من تجربتنا في العام الماضي، أقمنا دورة منهجية في التاريخ والتراث والآثار مدتها 15 يوم، تركناها بشكل عام كان عدد المشاركين بها 56 شخص. تمام. لذلك احنا هالمرة رح ننزل العدد أكثر حتى تعمل فائدة أكثر، وهذا الأمر بالفعل المستقبل. إضافة إلى ذلك أقمنا مجموعة من الندوات بالتراث الخاصة بالتراث البحري، وإضافة إلى الندوات متخصصة في علوم الهندسة وفن العمارة. وعدا عن ذلك نحن عندنا في كل يوم سبت في محاضرة، يعني الناس جمهور اللاذقية بيعرف انه يوم السبت في جمعية العاديات مساء في محاضرة، ما بيسأل شو نوع المحاضرة ولا المحاضر ولا شيء، بيعرف هناك محاضرة جادة ستقدم في هذه الجمعية بضمن سلطة على محرابة. إضافة إلى ذلك عن أيضا لدينا كل شهر في نهاية الترين الأخير هناك برنامج شهري ثقافي معرفي بعنوان المؤلف والمؤلف، نستضيف به مؤلف ما نتحدث عنه ثم يتحدث هو عن مؤلفاته أو عن مؤلف ما ودور حوار بينه وبين الجمهور. إضافة إلى ذلك هناك برنامج شهري أيضا تحت عنوان سجالات حرة يبحث بالقيم الاجتماعية والمعرفة والفضيلة، أيضا في خلال حوار ما بين القائم بالبرنامج اللي هي رفيقتنا زميلتنا بالإدارة مها قباني مع أيضا جمهور العاديات. الحياة كلها لاقت نجاح جميل جدا، إضافة إلى مجموعة من المعارض الفنية اللي قام بها مجموعة من التشكيليين
وكان يعني خلال هذا العام، هذا العام كان غنيا جدا رغم الواقع اللي عم نعيشه. طبعا هو نشاطكم استاذ بسام بالجمعيه واعضاء الجمعيه وايضا محافظه اللاذقيه وما فيها هي ايضا محفزه لهذه الانشطه، وانه يكون هذا التوسع وتكونوا اكثر فرع يعني نشيط. بدنا نحكي عن الاحتفاليه كيف كانت بمرور 100 عام على تاسيس جمعيه العاديات، كيف احتفلتوا؟ شو كان البرنامج الاحتفالي لتاسيس هذه الجمعيه؟ الاحتفاليه الحقيقه كانت مقرره ب 30 تموز في حديقه العروبه، هناك مسرحيه ستقدم مستوحاه من اسطوره ملحمه اقهات، يكون فيها مجموعه من طلاب جامعه تشرين في قسم التاريخ، اضافه الى مجموعه من الاغاني التراثيه التي من الساحل السوري، ايضا ستقدم بالاشتراك مع النادي الموسيقي. بالواقع الفعاليه اجلت لوقت لاحق فيما بعد، لسبب انه كل المشاركين كانوا موجودين معنا هن موجودين بامتحانات الجامعيه، والامتحان الجامعيه ما بتنتهي لاخر يوم لعشرة اب، هذا الامر دفعنا الى تاجيل الاحتفاليه. اضافه الى ذلك حتى ما تفوتنا الظروف، استغلينا يوم الجمعه 2 اب 2024 اللي بيصادف الجمعه 2 اب 1924، يعني من باب بس الذكرى، يعني كل سنه بيجي نفس اليوم نفس التاريخ، اقمنا احتفال من خلال اللوحات الثلاث للمنبر للمحراب، المحراب اللي سرق من قبل السلطات الفرنسية، وتم إيقاد الشمعة بالأولى بعد 100 عام من تأسيس جمعية العاديات. نعم. كان احتفالنا شوي مختصر لكن لهذا الأمر، لكن الاحتفال يعني حتى الجمعية الأم في حلب أجت احتفالها 19 الشهر أيضا. نعم بالضبط. تمام. يعني دائما بنعرف نحن جمعية العاديات إلى اهتمامات كثيرة، ومن هذه الاهتمامات هي توثيق التراث اللامادي اللي موجود باللاذقية والحفاظ عليه، يعني توثيقه يمكن حتى. نعم. فنحكي بالضبط عن هذا الجانب، وقديه مهم دائما نعيد هذا الجانب. الحقيقة هو الشغل اللي عم نشتغله الآن على توثيق، احنا عندنا لجنة في الجمعية، طبعا الجمعية تعمل من خلال مجموعة من اللجان تتضمن المحاور الأربعة الأولى، هي رئيس الجمعية، نائب رئيس الجمعية، أمين الصندوق وأمين السر، إضافة إلى مجموعة من الأعضاء اللي كل واحد منهم بتولى لجنة. هناك لجنة اسمها لجنة التراث، ولجنة التراث عندنا موزعة ما بين التراث المادي والتراث اللامادي، أيضا هناك لجنة خاصة بالتراث البحري. وعملنا على هذا الموضوع، هي قمنا حاليا 4 ندوات بالتراث البحري، شارك فيها مجموعه من الاشخاص المختصين، يعني اضافه الى ذلك يعني حتى في شهر تشرين الاول القادم ايضا هناك ندوه ستكون عن التراث البحري تتعلق بالبحار حسين حجازي. حسين حجازي كان عميد بالبحريه توفى رحمه الله، هو الشخص الوحيد اللي بقول انا في سوريا من اوائل الاشخاص العربي اللي بدا اكتشاف المكتشفات الاثريه في اعماق البحار. ففي هناك ايضا ندوه ستقام بهذا الموضوع، وعملنا على جمع هذا التراث اللامادي سواء بالامثال والحكم والاغاني الشعبيه والحكايه الحقيقه هذا الامر يعني بيحتاج مننا لجهود مضاعفه والى تعاون كبير، لكن قطعنا شوط لا باس به، يمكن فيني اقول مشكورين كل الاشخاص اللي شاركوا في هذا الموضوع. طبعا حتى بالتراث الغنائي، يعني فالحقيقه الجمعيه صارت الان تمتلك، وهناك اشخاص ابدوا رغبه وكلهم متطوعين. يعني ما في شيء عندنا بالمال، كله تطوع، لا بالعكس، يعني حتى مجلس الاداره واعضاء الجمعيه بدفعوا من جيبتهم، ما عندنا موارد. نعم، في شغف بهذا في شغف، واضافه لذلك تراثنا. نعم. لانه بلد بلا تراث. نعم. بالتاكيد هو بلا جذور، تراث محبتكم هيدا سبب يعني بقائكم وسبب انتشاركم، وخصوصا نحن عم نقول دائما بمحافظه اللاذقيه اكثر هو فرع نشيط، يعني لاهتمامكم بهذا الموضوع ومحبه الناس للتراث اللامادي وما تقدمونه من طبعا تراث ثقافي وغيره من خلال هذه الجمعيه. بدنا لكم يعطيكم الف عافيه، الله يقويكم ويمد بصحتكم لتضلوا محافظين على هذا التراث وعلى نشاطات هذه الجمعيه. الاستاذ بسام جبلاوي وحضرتك نائب رئيس مجلس جمعيه العاديات، شكرا لك. شكرا كثير لكم، الله يعطيك العافيه، ممنونكم. انا الحقيقه انتم عم تساعدونا كثير وعم تشجعونا على الموضوع، يعني حتى احيانا بسمع من البعض بلتقى معه بالطريق او بالهاتف او الى اخره، نشوف عنكم نشاطات شو كذا، هذا الامر بيدفعنا انه نضل تابعين باستمرارية عالية لهذا الموضوع. دائما لكم جزيل الشكر، المركز الإذاعي التلفزيوني، قناة أخرى كثير لكم، أنا بشكركم باسم جمعية عاديات اللاذقية.
اهلا وسهلا بحضرتك، نورت صباحنا وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم الف خير. شكرا كثير.